هذا السؤال: ما هو نكاح السر وما حكمه في المذاهب كلها؟ جواب أن نكاح السر هو النكاح الذي يسر به صاحبه ويكتمه، هذا تعريفه عند جمهور العلماء، وإذا لم يشهد عليه شاهدين عدلين فهو قطعا باطل ولا يحل له الدخول به إذا لم يشهد عليه عدلان، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب شهادة عدلين على خلع فسخه والطلاق منه، فكيف لا يجب ذلك على أصل عقده؟ والحقوق المترتبة على العقد أعظم من الحقوق المترتبة على الطلاق، وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فإذا كان الطلاق يجب الإشهاد عليه فالنكاح من باب أولى، لأن الحقوق التي تترتب عليه أعظم من الحقوق التي تترتب على الطلاق. أما تعريف الشافعي لنكاح السر فهو عنده النكاح الذي لم يشهد عليه عدلان، وعلى هذا فالنكاح الذي أمر بكتمانه أو كتمه الزوج والولي والشهود مختلف فيه هل هو نكاح سر أم لا. فمذهب الجمهور أنه نكاح سر وأنه منهي عنه وأنه يفسخ إن اطلع عليه ويطلع عليه قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيشاع ويعلن ويثبت به النسب ويرفع به الحد. وأما عند الشافعي فكل نكاح شهد عليه عدلان فلا يعتبر نكاح سر، بل هو نكاح صحيح يترتب عليه ما يترتب على النكاح.